مالي كما وعدناكم مستمعينا الكرام معنا البروفيسور عبد اللطيف جنان اخصائي في طب الكلي وجراحه الكلي والمسالك البوليه والجهاز التناسلي والامراض الجنسيه. اليوم موضوعنا غادي هو عسر التبول عند الطفل عند البالغ وكذلك عند الناس المتقدمين في السن. بروفيسور عبد اللطيف جنان صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه. صباح الخير مدام, صباح الخير المستمعات والمستمعين الكرام, وصباح الخير الطاقم ديال لاغاديو. شكرا لك. اذا غادي نذكروا مستمعاتنا ومستمعينا الكرام برقم الهاتف باش يتواصلوا معنا الى عندهم سؤال ليك بروفيسور 05 37 70 59 39 بدايه بروفيسور, كنعرفوا حنا العسر ديال التبول وكتكون صعوبه في التبول, لكن المفهوم يعني الطبي ديال العسر التبول او عسر البول بروفيسور عبد اللطيف؟ نعم مدام, ف بدء غادي نحاولوا نفسروا شنو هو التبول العادي لا عند الطفل ولا عند الانسان البالغ ولا عند الانسان اللي في السن الثالث ولا سن شيخوخه. وعاد ملي غنفهموا شنو كيوقع في البول العادي في التبول العادي غيمكننا ديك الساعه يكون عندنا سهل نديروا التعريف ديال البول العادي وسهل الانسان يتعرف عند راسه من يكون عنده واحد العسر في التبول شنو هما الاعراض اللي غيكونوا عنده. فبالنسبه للتبول العادي فهو الوظيفه ديال المتانه ديال النبوله, فهي واحد الوظيفه اللي مقسومه على كدار يوميا ومقسومه على جوج فترات. نعم, كاين الفتره الاولى هي ديال تخزين البول وراه كدار بطريقه لا اراديه لا شعوريه, راه كدار عندنا دابا عند المستمعين, ما كطلبش لنا الاذن ديالنا, كديرها المتانه كتخزن وما كنزهقوش من البوله, واخا حنا ما مغيرينش راسنا, حنا وني ديتوندو مرخيين, مي ما غنزهقوش غاص النبوله اللي كنسميوها عندها واحد الطاقه ديال ولا طاقه الاستيعاب بدون ان ترفع الضغط. الفرنسيه كنقولوا لا كومبليزونس ولا لا سيرينيتي, بحال كنقولوا بحال شي حد انسان مهدن, النبوله ملي كتكون مهدنه فكتمكننا ان ما نزهقوش بفضل ديك الهدونه ديالها ديال القادر على التخزين بلا ما يرتفع الضغط. وبفضل الحصار كيكون مسدود مزيان ما فيهش مشكل, اما الناس اللي عندهم مشكله في هذه المرحله كيزهقوا بلا ما يعيقوا. وملي كتفوت هذه المرحله ديال التخزين كيوصل الطاقه الاستيعابيه اللي داير الله سبحانه وتعالى عند لا عند الطفل ولا عند البالغ, فهي كتراوح ما بين 200 مليلتر عند الاطفال حتى 500 مليلتر من بعد البلوغ, يعني نفس اللتر. ملي كيكون البول مازال ما وصلش لهاد الكميه, فالدماغ ما كتوصلوش ديك الاحساس اللي راه عندنا النبوله عامره خصنا نمشيو نبولو. دونك هذه المرحله الاولى, هذه مرحله كدار بلا شعور. باغ كونتخ ملي كيوصل الاخبار للدماغ عبر الاعصاب اللي داير الله سبحانه وتعالى زين من البوله وديزين على العمود الفقري وطالعين للدماغ, ملي كيوصل راه عمره ديك الساعه كتعطينا الخبر. هنا فين كيكون التدخل ديالنا, سواء اون بو اوردوني او غوفوزي, سواء نعطيو الامر باش نبولو سواء نطومبوغيزيو مشغولين لشي حاجه نقول تان شويه. نعم, ملي كنمشيو نبولو خاص البول يخرج, بدا العلامه الاولى ديال بان عندنا بول سالم يخرج تلقائيه بلا ما نزحمو. الا كنا اوبليجي خصني ندفع بكرشي نزحم عاد نخرج, فهذه راه علامه العسر, العلامه الاولى. نعم, وخاص جهد البوله يكون واحد الجهد غليظ بحال اللي مول فيه. الا بدا الخيط البوله كيرقاق سواء عند الرجل ولا المراه حسب لا بوزيسيون فين كنديروا التبول, الانسان يرد البال الخيط, الا الخيط كيرقاق راه هذه علامه العسر, الانسان يمشي يشوف الطبيب. هذه الحاجه الثانيه. والا ملي كيكون البول خارج كاين شويه الحريق, البول ديروا الله سبحانه وتعالى يخرج بواحد صيغه متعه, صيغه في كما تسميو كاين حتى الناس حسب مناطق المغرب اللي كيسميو طواليت بيت الراحه. بيت الراحه الشخص ما يكونش عنده, اما الا عنده شويه الحريق راه علامه العسر. هذا الحاجه الثالثه. والحاجه الرابعه كنسميو فرنسيه لو طوميكسيونيل, يعني الوقت الكافي لافراغ المتانه. نعم, الوقت كيتراوح ما بين 20 حتى 24 ثانيه. نعم, اي واحد كيفوت في الطواليت اكثر من 24 ثانيه يعرف راه عنده عسر التبول. هادو هما الاعراض, هذا العسر الخفيف كنقولوا. والعسر الحاد الله يستر هو واحد الانسان اللي كيتحصر كيبدا يغوت صافي كيعيط على الناس راني محصور ما كرهش ندير شي حاجه ما كرهش ندير تيو ما كرهش نعاون بالدواء,
هذه سي مرحله المضاعفه الفرنسيه كنقولوا لا غيتونسيون ولا كنقولوا فلان راه صافي راه تحصر راه والو راه كيزحم بزاف راه خصو سوا التي ولا الطبيب. هذه المرحله المتاخره، هذو هما العلامات. نعم هذو هما العلامات. نعم هذا المشكل ديال العسر في التبول يعني يمكن انه يصيب اي فرد بما في ذلك الاطفال بغض النظر عن الجنس كذلك، يعني الاطفال يعني سواء بنت او ولد او البالغين كذلك يعني الناس المتقدمين في السن دكتور. نعم والاسباب مدام كتختلف حسب الفئه العمريه، فحتى لونوفوني ولا لونوغيسو الرضع اللي غتزاد عنده اسباب، السنه الاولى والسنه الثانيه عنده اسباب، في المراهقه حتى هو عند الولد ولا عند الطفل ولا الطفله عنده اسباب، ناس متزوجين اسباب، والناس اللي في السن الثالث اسباب. غنبداو باش ما نساو حتى سبب، نبداو من الصغر. فعند الوليد اللي عاد زاد في الاسبوع الاول العلامات هي ملي كتجي صمامو الوالده ديالو تبدلوا لاكوش، كيبان لها الدري كيتحرك وكاين بحال واحد التنفس لا ارادي في كرشو، واللي باش يتنفس في صدرو كيبان لك الحركه الطريقه باش كيتنفس كرشو هي اللي كتنفس. نعم كرشو كيتنفخ وكيفركل بزاف، وسيرتو لو مومون فين غتبدل له لاكوش كيكون كيبكي بزاف. كيكون كيبكي، فاللي خصها دير تصلو غير على الذكر ديالو. نعم. الا كانت هذيك الجليده اللي كتغطي الذكر مخليه واحد الثقب في واحد 3 مليمتر ولا 4 كيبان راه حاله عاديه، اما الا كانت الجليده مسدوده كنسميو فرنسيه لو فيموزيس او لو باغا فيموزيس. نعم يكون غالبا عند الوليد اللي مازال ما تختنش. هذه ظاهره كثيره كنلقاوها في القطاع الخاص او لا في القطاع العام في المستشفيات، كيجيبوا الامهات الاطفال ديالهم على هذا السبب، وكيكون الحل سهل يسوفي غير لا مامو طرد البال، والده ديال طرد البال تجيبوا الحل سهل. وكاين واحد الحاله اخرى حتى هي كتكون عند البنت ديال سنه الوليد ديالها ماشي بحال من الوالده ديالها حتى هي تجي تبدلها، الا كانت كتحرك والطريقه التنفس بلاصه ما تنفس بصدرها كيبان الكرش هي اللي كتنفخ والبنت كتغوت اثناء تبدل لاكوش، طلها على دوك لي ليف الشفتين اللي داير الله سبحانه وتعالى في الجهاز التناسلي، الا كانوا محلولين وكيبان واحد الثقب ديال 3 مليمتر راه بنتها مزيان، الا كانوا مسدودين وما كيبانش الثقب ديرها بطريقه مستعجله للمستعجلات ديال الطب وجراحه المسالك البوليه ولا الاطفال، راه الطبيب كيتعرف بسرعه على هذه الحاله. اذا هذه الحاله الاولى ديال العام الاول ديال النمو ديال الطفل ولا الطفله، كندوزو للعام الثاني ولا الثالث كتقد تبان واحد التشوه خلقي كنقولوا له بالفرنسيه ليبوسباديا عند البنت ولا عند البنت او الولد، هو ان هذاك الثقب اللي كان القدام كيولي لتحت، واللي باش يكون في لابارتي تيرمينال ديال الذكر ولا ديال الشفتين كيغبر كيولي عند البنت كذاك الثقب مشى لداخل الفرج، ولا عند الولد مشى الثقب قريب للخصيتين. ملي كيقرب هذاك الثقب للخصيتين كيتسد. ملي كيتسد كنسميوه بالفرنسيه ليبوسبادياس، يعني ان بالاغريقيه الثقب راه ماشي بلاصتو، ملي كنقولوا راه لتحت راه كاين تشوه خلقي خسر عمليه جراحيه باش يتقاد. هذا السبب الثاني ولا الثالث اللي تكلمنا عليه. كاين السبب الرابع هما الوليدات اللي في الصغر ديالهم قاسهم الفيروس ديال الهربيس ولا الفيروس ديال لافاغيسيل اللي هي بوشويكه. فهذا الفيروس الا كان حاد وقاس الاعصاب ديال النبوله، الاعصاب اللي مكلفين حيت النبوله دايرها الله سبحانه وتعالى بحال الكيفانو ديال الموتور الطوموبيل هي اللي كتدفع باش نزيدوا، الا قاسوا دوك الاعصاب كتولي قوه الدفع عندها اللي نول تساوي صفر، ما كتدفعش. في هذه الحاله كيخص يتكلف بها طبيب مسالك البوليه وطبيب الاعصاب والنخاع الشوكي باش يشخصوا الحاله ويعطيوها الحل. وكاين الحاله السبب الخامس ولا السبب هو واحد الهرمون كنقولوا له لا دي اش كيكون في الدماغ الا كان فيه اختلال، فكيكون واحد النوع ديال لو ديابيت، ماشي لو ديابيت السكر باسكو كاين لو ديابيت انسيبيد. لو مو انسيبيد هو ان السكر، هو ان هذا المرض راه سكري، واني ما فيش كنقولوا المصطلح انسيبيد يعني مسوس. البول ديال الوليد كيكون مسوس ما فيهش السكر، وهو واحد السكر اللي ماشي بسبب نقص الانسولين اللي في البنكرياس. كاين السكر اللي كنعرفوا حتى هو كيدير هذا الشيء، الا كان البدايه ديال السكر عند الطفل ومازال ما عرفوش الوالدين كيدير العسر في التبول،
وكاين لو ديابيت انسيبيد اللي هي واحد لا فاريونت واحد النوع ديال السكر اللي السبب ديالو ماشي مشكل البنكرياس والانسولين سبب مشكل في الغده النخاميه فهذا التشخيص ديالو ساهل بالتحاليل المخباريه وبالقلب والعلاج ساهل اذا حنا دابا باقيين في الاطفال ومنين كنوصلوا للمرحله الاخرى اللي هي الوليد كيمكن له يقيس في الذكر ديالو كيبدا يشوف ان النمو ديالو ان الوجه بدا كيتغير الاعضاء التناسليه بدا كتغير باركيوزيتي بقى يقيس فيه يقدر يكونوا تعفنات لا عند الطفله ولا عند الطفل نعم ولا سورتو البنت ملي كيقربوا لها يوصلها حق الشهر في المنسوليسيون والولد ملي كيبدا الذكر ديالو يكبر كاين واحد التعفنات بسبب بكتيريا سهلة وفطريات اللي كتكون عند أي إنسان في واحد المنطقة اللي معروف فيها العرق وفيها الزغب كيبدا يكبر الزغب هاد البكتيريات وهاد الفطريات كيسدوا الثقب وكيسدوا القناة نعم وكيتسببوا في العسر التبول فوالا إلى تخنقات ديك القناة بسبب البكتيريات سيرتو إلا دازت انفيكسيون وحدة جوج ثلاثة إلا فتنا جوج ثلاثة في العام كيتسد ذاك القناة وكيكون تشخيص سهل والعلاج ديالها سهل سواء بالأدوية ولا المنظار ولا ولفتنا المرحلة ديال 14-15 وصلنا للناس اللي يمكن لهم يتزوجوا في العشرينات 30-40 سن البلوغ نعم سن البلوغ فعند عند 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 العيالات ولا عند النساء فسبب هو 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 شي مرة العنق ديال الوالده والعنق النبوله كيهبط كيترخى شي شويه هذا هو السبب ديال العسر وعند الرجال فهي الظاهره اللي كنا تكلمنا عليها ظاهره البروستات والحميده نعم. ولا الخبيثه هذا الشيء اللي كيكون المضاعفات عسر التبول بروفيسور جنان بعجاله لضيق الوقت باش نتكلموا على العلاج نعم ماذا فالمضاعفات بحال القانون اللي داير الله سبحانه وتعالى في الطبيعه ديال جرايين المياه اي ما كيجري كنقولوا في العروبيه ولا في الجبل الا مشينا وحصلنا بغينا نشربوا تيقول شرب من الواد اللي كيجري علاش راه ما غيكونش فيه لا الكالكير ولا ميكروبات ولا والو ماشي مشكله شربتي شويه على ما تلقى الماء العادي باركونت ديما كيقول لك ما عمر تشرب من الماء اللي زاكي ما كيتحركش حيت غالبا يكون فيه شويه الكالكير وغيكون فيه تعفنات حتى عند الله سبحانه وتعالى لا ميم شوز فالمضاعفه الاولى اللي غتحدث هو ان مادام عندنا عسر يعني اوليو باش غنمشيو للطواليت ونخويو هذيك 200 ولا 400 مليليتر ويبقى عندنا صفر ديما ملي كنخويو هذيك 200 كنخويو 100 وكتبقى 100 كل نهار نخويو 100 وتبقى 100 وهذيك 100 الأبل لبكتيري كتعيط على البكتيري يسكنوا فيها ويكونوا تعفونات والأبل لكالسيوم لفوسفور البروتينات اللي غيكونوا حجر دونك المضاعفة الأولى هي تعفون المتانة الحجر في المتانة وهذاك البكتيريا وهذا الحجر غي يمكن لهم يتكونوا حتى في الكيليا وإذا تكونوا حجر في الكيليا هي البداية ديال الفشل الكلوي هذا هما المضاعفات الكبار نعم بالنسبة لوسائل العلاج بروفيسور جنان مرحبا بالنسبة للعلاج فكيختلف حسب السبب وحسب السن بالنسبة للرضع لنوفوني ونوغيسون اللي عاد عنده الأسبوع الأول فالحل هو الختانة نخطنه دغيا نعم. باش نعينه حتى العام الأول والثاني والثالث عادي بدأ يتمشى ونديروا الختانة الطبيعية ديال الإسلام كنديروا ختانة جراحية اللي هي إرجون كنديروها باش الوليد يبدو مزيان بالنسبة للبنت بيان سور ما غنديروش الختانة عندنا واحد الكاميرا واحد المنظار باش كنسرحوا هذاك الثقب اللي مسدود وكنديروا واحد بحال الضوء الاخضر بحال الليزر تما فوالا باش تولي البنت عندها ان بون كاليبر باش تبول مزيان هذا بالنسبه للرضع بالنسبه للكبار اللي هضرنا على التشوه الخلقي اللي كنسميوه لي بوسباديا فكاينه عمليه جراحيه اللي كنتمكنوا باش نردوا ثقب من مكان غير طبيعي مكان ديال التشوه الخلقي المكان اللي داير الله سبحانه وتعالى وكنصايبوا ان بون كاليبر بحال جراحه التجميل وكيولي الوليد ولا البنيته يبولوا علاش باش نتفاداو ملي يكبروا ما يتعرضوش للفشل الكلوي والحجر في المثانه والحجر في الكيليا وبالنسبه لهذا بالنسبه للاطفال بالنسبه للناس اللي وصلوا لسن المراهقه ولا سن الزواج الكبار شويه فالعلاج ديما كيكون بالمنظار غالبا ما كنديروش جراحه اوفيرت وفي با شيروجي اوفيرت ما كنديروش جراحه عبر فتح الذكر ولا فتح المثانه فكندخلوا بالمنظار وكان وفي لو برينسيپ سي ان بو سكو فوزي لو كوردوني اللي كان كيدير شحال هذا الخراز ما كنديروش شي صباط ضيق كيقول لك غتخليه لي 4 ايام ولا 5 ايام باش ندير له واحد القلب
باش يتطلق ما يبقاش في الدار. تيسكون في كندخلوا بالمنظار بدا نحيدوا لوبستاك نحيدوا الحاجز ونديلاطي ونوسعوا ديك القناه وكنخليوه واحد لابروتيز كنخليوها اسبوع جوج الاسابيع على ما تعطي ان بون كاليبغ للانسان وكتكون الامور مزيانه غالبا. نعم يعني وبالنسبه تكلمنا دابا على الاطفال تكلمنا على البالغين بالنسبه للناس متقدمين في السن المتقدمين في السن مادام كاين نبداو بالنساء وندوزو للرجال. نعم. النساء المتقدمات في السن فغالبا السبب رقم واحد الشائع في العالم كله هو ان النبوله كتهبط من محلها على شرطات محلها حيت هذوك لي ليغامو الاوتار الحمالات بحال اللي بغوت اللي كانوا هازينها ضعفوا بسبب ان حق الشهر مشات والاستروجين ما بقاش. نعم. ملي كيبقى الاستروجين النبوله كتهبط اذا وليو باش لابونت بحال اللي كنديروا في السطح كنديروا ان بونت ديما باش الماء الشتا يجي يهبط ما يتقلبش هذيك لابونت اللي كندير الله سبحانه وتعالى ما كتبقاش مزيانه كيولي الماء كيوصل النبوله وكيتقلب فيها كتجي المراه تدفع ما كتبغيش بولا تخرج داك المنحنى لابونت ولا الميل اللي كان ما بقاش دونك اللي كنديروا كنهزوا واحد العمليه جراحيه بالمنظار وبلابروتيز ان بوندليت بحال كيقولوا راه داروا له العمليه بالشبكه بحال الفتق عند الراجل دونك كنديروا العمليه اترافيغ الرحم واترافيغ الفرج وكنهزوا النبوله ردوها للمحل فين دار الله سبحانه وتعالى وكنفيكسيوها بلابروتيز وكترجع الامور الى مجاريها عند النساء. أما عند الرجال فالسبب رقم واحد سواء ورم الخبيث ديال البروستات ولا الورم الحميد والعلاج إذا كان ورم خبيث فالعلاج العملية شوية طويلة في 4 أو 5 ساعات كنديروا العملية من البطن هذه إذا كان خبيث باش ورم حيدوا أولا المرض الخبيث اللي كيقتل وردوا الفيزيولوجيا ولا الوظيفة العادية الإنسان باش يبون مزيان. باكونت إذا كان الورم حميد ما كنديروش العملية الكبيرة الأدوية من البطن كندخلوا غير من الذكر بالمنظار وكنكرطوا كنسميو العملية الفرنسية لاغيزيكسيون والمعنى ديالها بعربية هو نكرطوا ديك البروستات اللي كانت كبيرة وخانقة القناة ذاتها بحال قجاتها غير كنخويوها القناة كتحل وكي وراكي الانسان يلقاه واحد لابروتيز كنخليوها له واحد 3 أيام الراجل وكنزولوها حتى هي كدير له غول بحال اللي كيدير له كوردوني الخراز باش يوسع القناه كنزولوا لابروتيز كيبدا الانسان يبول بسلاسه. بعجاله بروفيسور سبل الوقايه بالنسبه يعني لجميع الفئات. نعم من عسر التبول سبل الوقايه نبداو بالرضع والاطفال ومساك ما فهميتش هذا كيكون الدور ديال الوالده اللي قريبه لهم ولو الوالد الا كان كيعاونها في شونجمون دو كوش وفي الصحه ديال وليداتها كترد البال غير ملي اثناء تبدا لاكوش كيدايره الحركه ديال التنفس واش الوليد كيتنفس بصدره ولا كيتنفس بالبطن واش كيتالم وكيفركل بزاف اثناء التبدال وكاين الكارت يشوفوا البيدياتر الطبيب ديال الدري الصغار والطبيب المسالك البوليه دغيا باش يلقى له حل باش الا كانت غير بكتيريا خفيفه ياخذ دواء خفيف قبل ما تسد ديك القناه. نعم. ويبرا ان شاء الله. هذا والاطفال نفس الشيء الانسان ما فيها باس مره ملي يكونوا في الطواليت يكون حداهم باش يشوف دوك ثلاثه العلامات اللي قلت. نعم. واش دغيا كيكوي النبوله 20 ولا 24 ولا كيتعطل الى الوليد ولا بديتها كيتعطل عاد كيخويو راه كاين مشكل غير يديو بعجاله عند الطبيب واش ملي كيبول كيخرج مرتاح ولا كيتحرك واش يطلوا له تاع على الخيط البوله واش الخيط البوله مجهد تكون غليظ راه الامور مزيانه الى بان لهم الخيط رقيق راه العلامات الاولى فمن الافضل هذه هي مرحله الوقايه يمشي عند الطبيب يعطي غير دواء عادي باش ما نضطروش من بعد نعسو في السبيطار ولا في لاكلينيك وتكون عمليه جراحيه راه شي مره غير الشفاء غير بالادويه 3 4 أيام كيبرى الانسان وعند وليدات اللي بداو كيكتشفوا الذكوره ولا الانوثه ديالهم الانسان يعطيهم نصائح يقول لهم هذيك المنطقه ما تحاديهاش بيدك ملي تكون عرقانه ما تبقيش في ذاك الثقب ما تبقيش في ولا الشفتين ديال هذا ويعلمهم ان النظافه مادام كدار من الفوق لتحت ماشي من الذات يعني ملي نكون كنغسل وندير صابون ندفع بيدي من الفوق لتحت وما نديرش من الجهه ديال الغائط ورد يدي الى لحتي يدي لتما وكنغسل البكتيريا البكتيريا كنجيبها من هذا الشيء اللي علموا الانسان من الصغر وبالنسبه للعيالات اللي كيبداو في مرحله الوليده البالغات فالنصيحه ولا اللي ننصحهم ما نكرهش اللي كدير الرياضه دير الرياضه للبطن ديالها والجسم كله للرشاقه وطلب من لو كوتش يخدم معاها العضلات ديال لو بيريني ديال الحوض باش ملي تبدا تكبر ما تطيحلهاش النبوله والوالده
سواء البنت اللي مقبلة على الحمالة ولا اللي حملت ولدها ديروا ضيغرة للأطباء ديال 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 لاكوشمون ديال الولادة وديال مراقبة الحمل كيقولوها بطريقة دون مانيغ سيستيماتيك العيالات كلهم ورا الولادة باش ملي يكبروا ما يطيحوش في هذه المسألة. وبالنسبة بالنسبة للبروستات فالوقاية ديالها مبنية على ان سويفي مبنية سورتو على ان سويفي مرة في العام. وهذا كيف ما تكلمنا على كونترول يعني الانسان مرة في العام من 40 سنة من الربعينات باش تيلا الانسان بدات شي حويجة خفيفة ياخذ واحد الادوية غير من النبات الطبيعية كاينة بلا الادوية الصناعية باش يتفادى ان تكبر له ويطيح في العصر ولا في ولا في لاغيتونسيون في نعم كنقولوا بعربية تحضر. هذو هما المسائل اللي متعلقة بالوقاية. بروفيسور عبد اللطيف جنان أخصائي في طب الكلى جراحة الكلى المسالك البولية وجهاز التناسل للأمراض الجنسية. شكرا بروفيسور شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة وعلى هاد يعني النصائح القيمة اللي كنتمنى مسامعتنا ومسامعينا الكرام أنهم يعملوا بها ويتقيدوا بها في الوقاية من هاد عسر التبول، وإلى فرصة قادمة بحول الله.